مرحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا، عبر شاشة مريم تي في وعبر بروجرام اون تايم على الموعد. هالبروجرام يلي كل الجمعة بيترافق معكم مع ضيوف وفقرات مميزة جدا. اليوم الخميس 22 كانون الأول، بتعرفوا قديه حلو هيدا التاريخ. واليوم كمان كل المؤمنين بيكونوا كمان بزيارة مزار القديس شربي اللي دايما بيفيد نعم علينا. ولكن اليوم بحب لكم انه قرب عيد الميلاد، هالعيد اللي كلنا مننطره بفرح بإيمان بحب وبرجاء انه يكون اكيد بكره افضل دايما. وهالبلد اللي بيعشق هالشهر يلي بينبض بالحياه، بينبض بالامل، بينبض هيك بالزينه بالفرح. فان شاء الله بينعاد عليكم اكيد باسمي وباسم مريم تي في، وتكون اعياد مباركه عليكم، وان شاء الله انه بكره بيكون افضل. اكيد اليوم نحن انا وزميلتي تمارا محضرين لكم فقرات وضيوف كتير مميزين بهالحلقه كمان الحلوه قبل عيد الميلاد. بقلك صباح الخير تمارا. صباح النور ريتا، وصباح الخير لكم مشاهدي اون تايم ومشاهدي مريم تي في من وين ما اخترتوا انكم تتابعونا. دائما نحن ريتا بنحب نقول لهم انه نحن لايف هلا على الفيسبوك، يتفاعلوا معنا خاصه بهالاجواء الميلاديه اللي نقل لهم اياها على البيت. واكيد فيهم يكونوا عم يتفاعلوا على هاشتاج اون تايم، يخبرونا شو امنياتهم للسنه الجديده وهيك امنياتهم الميلاديه. بتعرفي هلا هذا شهر المحبه وشهر الاجواء الحلوه، واكيد فيهم يكونوا عم يتابعونا على اللايف لينك اللي فيهم يكونوا عم ياخذوه من صفحتنا على فيسبوك، واكيد ما بدنا ننسى خلف الشاشه. مثل ما ذكرت ريتا، ايام قليله بتفصلنا عن ليله عيد الميلاد. نحن بمريم تي في دائما بنواكب كل شيء، خاصه هالاعياد المجيده. صحيح. واليوم هيك حله خاصه وسبعه خاصه اخترنا انه نكون انا وياك ريتا هيك عم نعيش الاجواء نحن من الاستوديو وعم ننقلها للمشاهدين بالبيت. صحيح. مثل ما بتعرفي أجواء الميلادية كانت وبعدها بكل المناطق والقرى اللبنانية. مؤخرا تم إضاءة شجرة عيد الميلاد بساحة الشهداء. هلا في كتير أشخاص استغربوا إنه بس بعد في كم يوم لعيد الميلاد والشجرة هلا ضووها، بس مثل ما بيقولوا ليت بيتر ذان نيفر، يعني على القليل ضووا شجرة بقلب البلد، قلب البلد اللي قضى وعانى كتير بعد انفجار 4 آب. يعني بتحس الضرر أكتر شيء طال هيدي المنطقة، أكيد بالإضافة لمنطقة مرمخايل والأشرفية، بس البلد يعني قلب البلد عانى وقضى. صحيح. كنت تنزلي وتشوفي الحياة من بعدها بتتأسفي كيف صارت المنطقة تحت، خاصة بيروت سوكس بتحزن. صح. ومش بس هيك، كمان الفنان وائل كفوري بزحلة من بعد ما عطيوه شارع باسمه كمان أضاء هيدا الشارع بزينة الميلاد. مثل ما عم نشوف ريتا كمان رح تحبي بالفيديو. حلو. ف يعني الاجواء بعدها، اجواء الاضاءات واجواء الاحتفالات كمان بعدها موجوده، وكان في حضور كثيف اكيد لاهل زحله واجواء ميلاديه بامتياز مثل ما عم نشوف ريتا بالفيديو. فاكيد نحن بنتمنى ميلاد مجيد عفوا للجميع. نعم تمارا، انا اول شيء بدي اقول لك انه كثير حلو اللبس اللي لابستيه، يمكن اليوم عاملين ماتشنج مع بعض. صحيح. لابسين اشياء لنوال. نعم. عن جد حلو، لانه اشتقنا انه هيك ننبسط ونضحك. واكيد مثل ما عم نشوف الفيديو لوائل كفوري الفنان، عن جد قد ايه كمان عم يعطي لبلده، قد ايه ما عم يترك. صحيح. الناس اللي حواليه. وكمان كنت عم تقولي شغله كثير حلوه انه في امنيات بعيد الميلاد. انا بدي اقول لك تمارا امنيتي، اول شيء بحب هيدي السنه اللي قطعت معك، قطعت كثير حلوه، وبتمنى دائما انه انا وياك نكون دائما هيك متالقين مثل ما بيقولوا باستديوهات مريم تي في، وربنا دائما ما يحرمنا من هالنعمه. ويعطيك كل الصحه تمارا لإلك، وهيك يفتحها دائما بوجهك وبكل الاشخاص كمان يلي بيشتغلوا بمريم تي في، اللي دائما اكيد بنوجه لهم تحيه. فهيدي امنيتي هيدي السنه،
وبقلك على الهوا بحبك وانا يعني، كمان واكيد لسه يسوع بيعرف قد ايه انا اكيد بحبك، فحبيت اقول لك كمان قد ايه الاوتفيت حلو، وان شاء الله بينعاد عليكي بالصحه والخير والبركه يا انا رب. كمان بدوري بدعيتك للتوعية كل المشاهدين وكل القيمين اكيد على مريم تي في وكل اللي كانوا عم يحضرونا طوال هالسنه او حتى سنتين. صحيح ريتا، المعنى الحقيقي للميلاد هو الحب والمحبه. اكيد صحيح بقيت ما بقى قصص اكيد بنحبها، المظاهر والزينه وكل هالتفاصيل بتعطينا هيك اجواء من الفرح، بس اذا ما كانت موجود الحب ما كانت موجوده المحبه، بتحس العيد ما له ما قيمه. له قيمة. صحيح لهيك نحن معك اليوم بوقفك، بدك تخبرينا عن رموز شجرة عيد الميلاد. صحيح تمارا، انا اليوم اكيد بتعرفي عيد الميلاد تمارا قد ايه هيك بتحسي انه يعني في كتير أشخاص الزينة. ريتا صحيح بيزينوا أو بيشوفوا زينة شجرة عيد الميلاد، بس ما بيكونوا عارفين فعليا شو بتعني هيدي الزينة، أو هيدي الزينة لشو. يعني مثل صحيح ما بنعرف كل رمز النجمة إلها معنى، تفاصيل كله له الشجرة، معنى عن جد. فمعك كمان رح يكون لنا وقفة اليوم. صحيح، نعم ويمكن تمارا انا من الاشخاص اللي ما كنت اعرف شو الرموز اللي تستخدم بهيدا العيد المبارك نعم لإلنا. فالرموز المستخدمة لزينة والاحتفال بالميلاد كلها تمارا إلها معاني خاصة أكيد مع مرور الزمن. فالنجمة يلي منشوفها عادة هي الرمز السماوي للوعد، الله أرسل المخلص للعالم، ونجمة بيت لحم كانت علامة الوعد لأنها كانت هي اللي قادت المجوس إلى مكان ولادة المسيح. اما اللون الاحمر، يمكن تستغربي تمارا انه ليه منشوف هالزينه كلها احمر واخضر. فاللون الاحمر هو اللون الاول لعيد الميلاد، وبيستخدموه المؤمنين لتذكيرهم اذا بدك بدم المسيح، المسيح يلي اعطى حياته وسفك دمه من اجل انه نحصل على الحياه الابديه. اما اللون الاخضر اللي بنشوفه كمان بالشجر فهو اللون الثاني لعيد الميلاد، اللون الاخضر للاشجار الخضراء، بيبقى مثل ما هو طول ايام السنه، فالاخضر هو الشباب والامل واكثر الالوان غزاره بالطبيعه. اما الجرس اللي كتار كمان من المشاهدين هيك بيقولوا ليش الجرس على زينه شجره عيد الميلاد، فصوت الجرس بيعني الفرح والبهجه، بيبشر بالعيد وبالفرح، وبيحمل بطياته كل الامل للاشخاص اللي بيسمعوا صوته. اما الربطه كمان بنشوف النوي اللي موجوده دائما هي بتوضع على الهدايا لتذكرنا بروح الاخوه، فمثل ما بتربط هالربان بتشوفيها تمارا كيف رابطينا بطريقه كتير دقيقه، هيدا الشيء بيعني انه الجميع لازم يكونوا مترابطين ببعضهم البعض خاصه بالعيد. أما الطوق والإكليل فبيرمز للطبيعة الخالدة للحب الإلهي اللي ما بيتوقف، وبيذكرنا الإكليل بحب الله اللامحدود لإلنا يلي هو السبب الحقيقي والصادق لميلاد المسيح. أكيد تمارا هيك بعد فيه رموز أكتر، يمكن فيه كمان العصاية أو العكايزة، بس أنا قلت بالإجمال ليش هالرموز الدينية الحلوة يلي مش المسيحية بس بيعتمدوها بعيد الميلاد، ولكن كتار من الطوائف التانية تمارا بتحس بعيد الميلاد كمان بيحطوا شجرة ببيوتهم وبيزينوها كمان وبيحتفلوا بهالعيد المجيد مع الأولاد، يمكن الهدايا كمان، كل هالأمور بتحسي بأجواء كتير حلوة. حبينا هيك نضوي شوي على الألوان كيف بتكون بعيد الميلاد ورموزها. أكيد هذا الشيء كتير حلو، يعني قدمتي لنا شرح مفصل وسريع عن كل هالرموز ديتا. هلأ نحن رح نضلنا بأجواء عيد الميلاد ورح نكون عم نسمع ترتيلة ميلادية. جاي نورت بلادنا، يا حكاية بيحكوها ولادنا، ميلادك زينة أعيادنا،
ضوي علينا يا يسوع، يا جاي نورت بلادنا، يا حكاية بيحكوها أولادنا، ميلادك زينة أعيادنا، ضوي علينا يا يسوع، خلينا وجهك نتلاقى، عينينا متلك مشتاقة، لقينا وجمعنا بقى، وغمرنا بعطفك يا يسوع، يا جاي نورت بلادنا، يا حكاية بيحكوها أولادنا، ميلادك زينة أعيادنا، ضوي علينا يا يسوع. الصحراء نحنا والهوى مسرحنا، من يوم اللي جينا ما منعرف مطرحنا، رمل الصحراء نحنا والهوى مسرحنا، من يوم اللي جينا ما منعرف مطرحنا، نمشي خلف الكذب وجعنا من خبي، كل الدنيا غربي من دونك يا يسوع، تمارا قدي حلوة هالترتيلة، وأنا عن جد كتير بحبها. بنوجه تحية لفنانة جوليا بطرس على هالغنية الحلوة، الترتيلة الحلوة أكيد كتير حلوة، والغنية كتير حلوة، ودايما معودتنا الفنانة العظيمة جوليا بطرس بأغانيها إن كان الوطنية أو حتى أغانيها بكافة المناسبات. فنحن نتمنى لكم كل لحظة أكيد ميلاد مجيد ريتا بهالأجواء الميلادية الحلوة، اللي نحن بحاجة فعلا لإلها بهالفترة الصعبة اللي عم نمرق فيها، لإلنا كتير عم نمرق فيها. بس دايما أنا بقول شغلة إنه الشعب اللبناني مش بحب يتعايش، لا بحب يعيش، يعيش فعليا. أجواء الطقس كمان ما بتحسيها أجواء ميلادية، على الرغم من إنه كل أجواء البلد بتحسيها أجواء ميلادية بامتياز رغم الصعوبات، بس الطقس بعده طقس خريف إذا فينا نقول، يعني فعليا ما عم نحس بالبرد إلا يمكن مبارح بس شتت شوي، بس اليوم وعينا شمس، هذا الشيء حلو. بس بعرف إنه طقس الميلاد مفروض يكون طقس تلج وهيك شوي شتي كوزي، فلهيك بدنا نتعرف هلا سريعا كيف رح يكون الطقس مشاهدينا. منخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة عم بيأثر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مما بيؤدي لطقس متقلب مشاهدينا أحيانا وممطر حتى صباحنا صباح يوم الخميس، بحيث بينحسر تدريجيا وبيعود ليتقلب مرحليا بليل الجمعة، بانتظار كمان منخفض جوي آخر متمركز فوق تركيا واللي ببلش تأثيره بليل السبت الأحد، وكمان بيكون عم يجيب معه أمطار وثلوج للتواريح ناشطة وعواصف عادية. أما بالنسبة لمعدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول ببيروت فهو بين 13 ل 21 درجة مئوية، وطقسنا طقس يوم الخميس فهو غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة، مع ضباب على المرتفعات يمكن رح تصيروا تتلج بليلة العيد، أو أتليست رح يكون في طقس شتوي بامتياز. انبسطت بهيدي الخبرية لأنه عن جد أنا بحب هيك الميلاد، لأنه الجمعة تمارا كمان مع العيلة وتقعدة عن جد تحس بدفى. مش حلو أنه يكون الميلاد أكيد مشمس وهيك، ولكن دايما نحن نشكر الله على كل النعم اللي بيعطينا إياها. أهم شيء أنه يمرق هالعيد هيك برجع على هاللبنانية، ويكون عن جد هالعيد هيك تجدد للعالم من جوا تمارا، وحتى بتحس أنه إن شاء الله يكون في أمل أنه بكرة عن جد يكون أفضل بولادة الطفل يسوع. على أمل ريتا، على أمل. نحن هلأ من بعد ما سمعنا ترتيلة وعشنا هيك أجواء الميلاد شوي بالستوديو، حكينا عن الطقس، محضرين كمان للمشاهدين هيك أخبار متنوعة. صحيح. نحكي أمل بس بنحكي واقع كمان، رح نتعرف عليهم أكثر بالمتفرقات.
يعني اليوم تمارا مثل ما قلت دايما بنحضر هيك اخبار حلوه للمشاهدين. اليوم الاخبار ميلاديه اكيد، هيك جربنا قد ما فينا كمان نجيب اخبار بلبنان شو عم بيصير. فاحيت مدرسه مار انطونيوس شكا للرهبانيه اللبنانيه المارونيه سهره ترانيم ميلاديه بعنوان اني ابشركم بفرح عظيم بكنيسه سيده الخلاص شكا لمناسبه عيد الميلاد المجيد بحضور النائب اديب عبد المسيح ورئيس بلدية شكا فرجلة الكفوري ورئيس المدرسة الأب مارون يوسف والهيئتين الإدارية والتعليمية، المدير العام للمدرسة المركزية الأب وديع سقيم والمدبر العام الأب توني فخري المتقدم بالكهنوت الأب إبراهيم شاهين وفعاليات المنطقة. ثم أدى المرنم سلام جحا تراتيل دينية برافقه عزفا على البيانو إلي حردين. تعرفي تمارا بهيدي الفترة في كتير ريسيتالات وكتير جوقات. عن جد أنا هيدي الجمعة حسيت كتير بالعيد تمارا، يمكن قبل ما حسيت بأجواء العيد، ولكن بتحسي مع أجواء الترانيم أجواء الريسيتالات اللي عم بتصير، عن جد هالسنتين اللي عشناهن بتفكري فيهم تمارا قد ايه كنا عايشين بجحيم. كورونا، ما كانوا الناس يشوفوا بعضهم، اجواء الميلاد كثير حزينه. عن جد هالسنه عوضت عن كثير، بس ان شاء الله اكيد بالاوضاع الاقتصاديه والاوضاع الماديه واوضاع البلد اكيد بتتحسن مثل ما تحسنت جائحه كوفيد على لبنان. على امل ريتا، يعني نحن مثل ما ذكرنا المشاهدين دائما بنحكي اجواء ميلاد، بس في نفس الوقت عندنا قصص من ارض الواقع. اكيد سمعت انه في بعض الاشخاص عم بيقوموا بزياره المنازل والمؤسسات وعم بيطلبوا من العالم انه يكونوا عم يتبرعوا بالمصاري وتحت اذا فينا نقول مظله الصليب الاحمر. لهيك اشار الصليب الاحمر اللبناني ببيان الى انه بعض الاشخاص عم بيقوموا بزياره المنازل والمؤسسات طالبين التبرع المالي، وقالوا انه هن بمثل جمعية الصليب الأحمر اللبناني. لهيك بتلفت الجمعية بتلفت نظر كل المواطنين بأنه هي ما بتقوم بجمع تبرعات بهذه الفترة من السنة، وبالتالي بتتمنى على كل العالم أنه يكونوا عم يبلغوا القوى الأمنية فور تعرضهم لمثل هذا الموقف. وكمان أضاف البيان أنه الصليب الأحمر بيشكر المواطنين الكرام على دعمهم المتواصل لأعمالهم الإنسانية، وأكيد هذا الشيء بهمهم كثير. فاكيد نحن بدنا ننتبه ونحذر المشاهدين من هذا الموضوع. في كثير اشخاص يعني عم يدعوا انه هن من قبل الصليب الاحمر ليكونوا عم يحصلوا على المصاري. ريتا، عن جد تمارا انه كيف بيقدروا يعملوا هيك شيء وخاصه بالاعياد. في شغله كمان انا بلاحظها، انه الصليب الاحمر يلي بنوجه له تحيه كثير كبيره على كل الجهود المتواصله يلي بضلهم كخليه نحل 24 على 24 يشتغلوا. عاده تمارا وقت يصير في تبرعات للصليب الاحمر بتلاحظ انه اكثر الاوقات بتكون على الطرقات. صحيح. يعني ما حدا بيدق بابك او حدا بيروح على البيت. صحيح، او بيكونوا طالبين اذن من مطعم معين، كمان اخذين اذن وحاطين كل الاوراق البوكس واقفين. صحيح، بفوتوا على المطعم، عاده ما بيروحوا على البيوت. مشان هيك مثل ما قلتي لازم كثير ينتبهوا، لانه عيب انه ينحكى بمؤسسه مثل الصليب الاحمر او حدا يتبرع على مؤسسه منهم عارفين مصدرها يلي هو هالمصدر الانساني. عاده ما بيفوتوا على البيوت يعني. فان شاء الله اكيد انه ما حدا يوقع بهالفخ مثل ما عم يعملوا المشاهدين. تمارا اليوم بدي احكي عن خبر بيختص بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. صدر عنه بيان إلى إخواننا السادة المطارنة الأجلاء، وبيقول بهالبيان وجهه لقدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات المحترمات وكهنة كنيستنا المارونية ورهبانها ورهبيتها وراهباتها وسائر أبنائها وبناتها الأحباء. بيقول البطريرك، أنا رح أقوله مثل ما هو تمارا: يسعدني أن أبث إليكم بشرة ميلادية كبيرة، وهي أن قداسة البابا فرانسيس وافق اليوم السبت 17 كانون الأول الحالي على إعلان الطوباويين الإخوة الثلاثة شهداء بين القديسين من دون حاجة إلى أعجوبة لكونهم شهداء الإيمان.
وتجري الآن المعاملات الإجرائية لأعداد الاحتفال بإعلانهم قديسين على مذابح الكنيسة الجامعة، وقد كلفنا سيادة أخينا المطران يوحنا رفيق الورشة متابعتها لدى مجمع القديسين. يعني اليوم تمارا عم يعلن البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي أنه رح يكون في بشرة كتير حلوة للكنيسة المارونية، وهي إعلان قديسين على مذابح الكنيسة الجامعة بدون أي شرط أنه يكونوا قديسين يعملوا عجايب أو يكون عندهم أعجيب. وهيدا الشيء أكيد نحن منهني الكنيسة المارونية، ودايما كمان البطريرك بهنيهم على هالنعمة اللي عم تلمس بلادنا. وما ننسى أنه قدي لبنان عن جد هو أرض القديسين، مشان هيك تمارا يمكن ما منخاف نحن، ودايما منقول أنا وياك أنه نحن شعب ما منخاف قد ما يمرق علينا صعوبات، لأنه فعلا لبنان هو أرض القديسين. أكيد أديتا، مثل ما بتعرفي أنا في موضوع كتير مهم أكيد صرت تعرفي قبل كل عيد أو حتى بكل فرحة وكل ابتهاج، اللي هو موضوع السلاح وموضوع صحيح. أكيد الاحتفال والابتهاج من خلال السلاح للأسف. هيك خبر كتير أفرحني، بتمنى أكيد يكونوا عم يلتزموا فيه. أصدر وزير الدفاع الوطني بحكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار بيتعلق بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 22/12، وحتى إشعار آخر أكيد في استثناءات للجيش لصفة الصفة العسكرية والصفة الدبلوماسية والصفة الرسمية. بس هذا الشيء أكيد جدا مهم، لأنه مثل ما بتعرفي نحن عايشين هلأ بفوضى فيما يخص هذا الموضوع. مش بس هيك، كل مخالفة لأحكام هذا القرار بيتعرض أكيد الشخص لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية. فأكيد هذا الشيء جدا مهم، وأكيد وزير الداخلية عم يهتم أنه بليلة رأس السنة تحديدا يكونوا القوى الأمنية سهرانين فيما يخص موضوع الاحتفالات والابتهاجات، خاصة مثل ما بتعرفي أنه بهذه الليلة تحديدا في كثير من الأشخاص بيفكروا أنه الفرحة إذا قوسنا أو إذا أطلقنا يعني السلاح. شيء كتير هذا شيء جدا منيح، وبنفس الوقت يعني ما نقول للمشاهدين أنه ينتبهوا. أكيد ينتبهوا تمارا، لأنه هذا الموضوع كتير خطير ودايما بتوضحي عنه. لأنه في كتير أطفال أو في كتير ناس ما ذنبها بتروح ب ضحية هيدا الرصاص الطايش. يعني عندي واحد عن جد لازم يكون واعي. ومشكورين دايما القوى الأمنية اللي دايما كمان بيحافظوا على سلامة المواطنين، وخاصة كمان تمارا منقول شكر لليازا كمان يلي بهالأعياد كمان بينتبهوا كتير للمواطنين وبيحذرون من مخاطر هالسهرات أو حوادث السير. تمارا أنا بعد عندي خبر، تعرفي من أجواء عيد الميلاد أكيد رعى رئيس أساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار إضاءة القرية الميلادية بساحة بلدة مزرعة الدهر بالكنيسة بدعوة من لجنة مهرجانات مزرعة الدهر، مهنئا الأهالي والضيعة بعيدي الميلاد ورأس السنة، كمان متمنيا أنه يحمل السلام للبنان وشعبه والخروج من هالمحن اللي عم تعصف بهالبلد. أكد أهمية هاللقاء الطيب الجامع للإخوة والأصدقاء والأحبة، معتبرا أنه مثل هاللقاءات هي بركة، فعلا بركة بوطننا وبركة بوجودنا وحضارتنا الدايمة المتألقة بلبنان. أكيد يعني كلها أجواء ميلادية تمارا، قد بتنبسطي هيك بتشوفي إضاءة الأشجار اللي عم تصير بكل بلدة، كل بلدة بتحسيها عم تشتغل لمنطقتها لحتى تكون بأبهى حلة بعيد الميلاد. نعم أكيد ريتا، أنا أقول كمان شكرا لكل الجمعيات اللي عم يشتغلوا أنه يرسموا البسمة على وجوه كل الأشخاص المحتاجين، اللي احنا ما بدنا ننساهم بالعيد واللي هن كتار أكيد مشاهدينا. مثل ما دايما بنقول العيد هو مش دايما مظاهر ريتا، لا بل كمان فيكم تكونوا عم تساعدوا، مش ضروري تكونوا عم تساعدوا بمبلغ كبير، بس اذا ساعدتوا بكلمة حلوة، اذا ساعدتوا بمبلغ صغير، اذا ساعدتوا بشيء بسيط، ممكن تكونوا عم تفرحوا غيركم وتفرحوا الاشخاص المحتاجين اللي هن دايما كتار. وبحب دايما نقول انه نحن صحيح البلد هلأ شوي عم ينبض بالحياة، بس بنفس الوقت عايشين أزمة اقتصادية خانقة
وفي كتير أشخاص حتى ما قادرين يأكلوا أو حتى يأمنوا التدفئة. أكيد تمارا، بدي أقول شغلي عن هيدا الموضوع. قدي حلو بهيدا العيد يكون شخص منه أناني تمارا، بعتذر قول عن الأنانية، لأنه في كتير أشخاص بيحبوا نفسهم وبس، في كتير أشخاص بيحبوا أنه هن كعائلتهم يكونوا عم يأكلوا عم يشربوا، وبالتالي يمكن في أشخاص مثل ما قلتي جوعانين، ما عندهم لبس، ما عندهم أقل الحقوق الإنسانية اللي عندهم إياها بهالعيد. قد إيه حلو إنه نفكر بغيرنا، ومثل ما قلت إنه يمكن شغلة بسيطة تفرح خيك الإنسان، يمكن تعطيه شغلة هو بحاجة لها، مش ضروري هالمبلغ الكتير كبير، لأنه بهالعيد حلو الاتحاد، وحلو إنه واحد يكون دايما هيك في هالجمعة بين الإخوة بين اللبنانية لحتى نكون عم نعيد أجمل الأعياد. نعم أكيد ريتا. نحن ما بعد جولتنا السريعة على المتفرقات، هلأ رح نروح نحن وياك شو محضرتي لنا بمعلومة طبية اليوم. حضرت لكم تمارا أكيد هيدا الموضوع بتعرفي هلأ كتير عم تسمعي بالإنفلونزا الـ H1N1، رح نحكي عنه أكتر بفقرة معلومة طبية. تمارا بتعرفي هلأ الشتاء وحتى السقعة كمان كتار من الناس بيلقطوا الـ H1N1 يلي هو الانفلونزا والجريب العادي يلي نحن عادة نلقطه، وخاصة الولاد بالمدارس اللي كتير عم يرجعوا على البيت من وراء هيدا الجريب المعروف بشكل شائع باسم انفلونزا الخنازير، بشكل أساسي نتيجة سلالة الـ H1N1 من فيروس الانفلونزا. هو نوع إذا بدك من الفيروسات يلي ممكن كمان يلقط المريض، ولكن تمارا هيدا المرض ما بيخوف لأنه هو جريب عادي نحن دايما بنعتبره، ولكن الأعراض تبعه بتتشابه علامات وأعراض الإنفلونزا يلي بيسببها فيروس الـ H1N1 مع أعراض الالتهابات يلي بتسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى. أول شيء شو بيصير معه المريض؟ أكيد الحمى أو يلي هي الحرارة، أكيد تشات البرد، السعلة، التهاب الحلق، انسداد أو احتئان بالأنف، احمرار ودموع العينين، ألام بالجسم، الصداع والإرهاق والإسهال، وممكن كمان يترافق مع الغثيان. بتتطور أعراض الإنفلونزا من حوالي يوم لثلاث أيام بعد إصابة المريض بالفيروس، وإذا ظهرت عليه مؤشرات وأعراض حالة طارئة بسبب الإنفلونزا لازم أكيد يحصل على الرعاية الطبية على الفور. بالنسبة للبالغين تشمل مؤشرات الحالة الطارئة وأعراضها صعوبة التنفس أو ضيق التنفس، ألم الصدر، الدوخة المستمرة، نوبات الصرع، وتفاقم الحالات المرضية الحالية، وضعف حاد أو ألم بالمفاصل. وأكيد ممكن تشمل مؤشرات وأعراض الحالة الطارئة لدى الأطفال ما يلي بصعوبة التنفس. أكيد الأطفال أكتر، الأطفال يلي بيجوا على الإرجانس أو على الطوارئ بيجوا مزرقين شفافهم أو مزرقين أصابيعهم، ألم بالصدر، الجفاف، ألم حاد بالعضلات، ونوبات الصرع وتفاقم الحالات المرضية الحالية. أما الوقاية، أكيد الوقاية التطعيم ضد الإنفلونزا، هيدي الإجراءات أكيد كلها بتساعد أنه نتجنب الإصابة بالإنفلونزا والحد من انتشارها. أكيد غسل الإيدين لازم دايما نغسلهم مرارا وتكرارا، حيلا شيء بنكون عم نعمله قبل الأكل وبعد الأكل أو قبل ما نفوت على التواليت، تغطية الفم والأنف أثناء السعال والعطس، تجنب لمس الوجه أكيد، وتجنب لمس العينين والأنف، وتنظيف الأسطح، يعني دايما الأسطح اللي نحن نشتغل عليها لازم دايما ننظفها بمعقم، وتجنب التلامس. وأكيد تمارا بالأعياد كمان نتجنب الأماكن المزدحمة أو الأماكن فيها كتير ناس. عم تطلع علي، بعرف ليه عم تطلع، لأنه أكيد المشاهدين مش رح ياخدوا ولا أي سبل وقاية. من بعد كوفيد وهلا عم بعيدوا هلا عم يقولوا ريتا شو عم بتقول، بدنا شيء ونعيد يعني. فنحن دايما أكيد هدفنا أنه نوعي المشاهدين تمارا، وخاصة بالأمور الصحية، لحتى أنا بخاف كتير على اثنين جنراسيون، أكتر جنراسيون بخاف عليها الأولاد والكبار، والكبار أكتر شيء، لأنه اليوم إذا أنت حامل الفيروس وفيت عند حدا كبير وما عم تاخدي هالإجراءات الوقاية بتكوني عن جد عم تعملي جريمة بهالإنسان، لأنه حرام الكبير ما عنده مناعة، حتى الأشخاص اللي عندهم أمراض صحيح هذا الشيء بخوف يعني بالنسبة لهم، بتخاف أنه يفوتوا مستشفى
او لا سمح الله يصير عندهم شيء من وراك انت. فمشان هيك نحن بعرف انه مش كل الاشخاص رح يلتزموا بهيدا الموضوع، يمكن مني انا مني ما رح التزم فيهم، ولكن نحن وجبنا انه نوعي، وخاصه بسهره راس السنه وعيد الميلاد قد ايه بيكونوا مجتمعين كلهم، اذا حدا مقرب او حدا عم يسعل او عنده حراره عن جد يلتزم بهالطرق الوقايه ويعيد مع عائلته، هيك بيكون مبسوط معهم وما بيكون عم ياذيهم. انا بدي اشكرك ريتا على المعلومه الطبيه اللي قدمتي لنا اياها. هلا مشاهدينا رح نكون مع تيبس. الله معكم. حبيت اليوم كمان احكي عن الترافل انشورنس او بوليسه السفر يلي بتنطلب بس وقت السفر، يلي بتغطي كل الخسائر الماديه يلي بتصير معنا خلال السفر. يعني علاج طبي، كنا مسافرين صار عنا وعكه صحيه، الترافل انشورنس بتقدر تغطيك. في حال انسرقنا، صار عنا مشكله وانسرقنا، كمان ترافل انشورنس بتغطيك عن الخساره اللي خسرتها ان كان بمصاري او ممتلكات. وحتى اذا صار في تاخير بالشنط او تاخير الطياره، كمان الترافل انشورنس بتغطيك خلال هالفتره. عندنا بعد هانتينج انشورنس. الهانتينج انشورنس هو بوليسه صيد يلي بتغطي كل الخسائر الماديه والاضرار الجسديه يلي بتصير خلال هالفتره الصيد. يعني اول شيء تكون تحمل هيدي البوليسه الهانتينج انشورنس او بوليسه الصيد، لازم يكون معك شغلتين، رخصة صيد أو بده يكون معك تصريح للصيد. هيدي البوليسة بتحمي الطرف الثالث، يعني مش الشركة ولا صاحب البوليسة. إذا صاحب البوليسة عم بيتصيد والصيد بيكون بين 15 أيلول إجمالا و 31 كانون الثاني، وبالغلط أوسع غيره أو أوسع شيء على ممتلكات غيره، معه بوليسة تحمي. بس أكيد عن عمل طارئ أو حدث فجائي مش عن قصد. في عنا كمان بعد المارين انشورنس. المارين انشورنس هي كمان بوليسة بتحميك من وقت ما بتمشي لوقت ما توصل بالبحر. فيها بر وفيها بحر وفيها جو. رح نبلش بالبحر. بتغطي بس من وقت من وقت ما تروح لحد ما بتوصل. هذه البوليسة بتغطي كل البضاعة يلي هي على الباخرة أو على السفينة، وبصير معها حادث فجائي، بصير معها حريق، بصير في تلف للبضاعة، بتقلب السفينة، بتغرق، بتصير عم تعمل حادث بغير باخرة، في بضاعة بقلبها، هول البضاعة الشركة بتلتزم بالتعويض فيهم. الله معكم. اكيد نحن بدنا نشكرك ديزيري. وهلا مشاهدينا رح نكون مع تيبس، مع عفوا مع نصيحه قديس وبريك. مرحبا. 22 كانون الاول القديس فرانسوا اكزافيي، ولد سنه 1506، انتقل للملكوت سنه 1552. الفضائل يلي بتمتع فيها الرسالة، البشارة، التعليم، الاستعداد للاستشهاد. نصيحة القديس فرانسوا كزافيي لألك: كم نفسا فاتت مجد السماء وسقطت في الجحيم بسبب إهمالك. والله معكم.